Slot en levet, in Roma në vëshmë i rinjër, vë gjali dhe ka dhla, e pesha nga e kishë o kari, ka kon më lejlo në rusha, bëha o kari, e grupi huneri dhulkhoa, la holi i gjeleri dhulkhoa, dhe shari se mani. بخيرات نتاعنا كم بو ام بيشنغاي من بوهي ماما ساحيدر وزاني مكواها وبشي ام بيشنغاي بكم نوم مرتو في الكريمة بس مش كان بتايبتي اوية وزوري شباسي كردستان كات ما ويشي زوري شكا خريشي وين شفاني اوي مرحبا، أنا الفنان محمد عباس حلمي من بغداد. شاركت في سليمانية، في معرض سليمانية عن فني، اللي شاركت في لوحتين، لوحة هي تعبيرية، لوحاتي تعبيرية عبارة عن خيل، معركة مال خيل وورد. فأنا يعني احنا كنا يعني من نعمل المعارض، كل فنان يعني يعرض أعماله وتكون بيناتنا منافسة حلوة زين جميلة، وواحد يأخذ أفكار وهكذا. سوريا من حلب، هي من عفرين، اسمها نسرين صدري، هاي أعمالها. طبعا هي كردية وتحب السليمانية وتحب أربيل وتحب، فحبت تشارك معانا يعني في هذا المعرض، معرض السليمانية، بهذه اللوحة الجميلة. هي فنانة معتبرة وحلوة، يعني أعمالها جميلة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حضرنا بمعرض السليمانية من مختلف محافظات العراق، مجموعة الشولون، اليوم جمعت كل الطوائف العراقية بهذا المعرض الجميل الذي تنوع من كافة الأعمال، سواء كانت تعبيرية أو واقعية أو سريالية. حبينا أنه نخلي بصمة في السليمانية، ولنا بصمة في كل مكان إن شاء الله. الفنان تشكيل حيدر علي. أنا منال شميت من علي لبنان، شاركت اليوم مع مجموعة ريشة ولون مع الأستاذ حيدر علي اللامي، بدعوة منه مشكور طبعا، بمدينة السليمانية العراق إقليم كردستان. بشكركم، عملي لوحتين من اللون الواقعي بمادة الأكواريل المائي، يعني الووتر كولر. بشكر كل حدا ساعد على إكمال هذا المعرض وتشرفت فيه. يا دار من شارك يوم جاري مالي ورشم بيري هولير تام بدل ببيت خواتانك.